طب معي ماجد الفهمي الناقد الحصري برنامج ابو اسيل قلمي وشلونه الله الله اخضر واضحه اخضر واضحه انا وانت على سامي ايه بس يكتب بالازرق يعني صحيح إيه هذه الازرق حياك الله ابو اسيل الغلاف حلو بس القلب غير هلا وغلب لطيف اسعد الله مساءك ومساء الساده المشاهدين والمستمعين والزملاء الاعزاء سامي الحريري واحمد الفهيت وانت كذلك واحشنا ترى الله يحييك يا اهلا وسهلا باقي ثلاث ايام تقريبا تفصلنا عن كاس السوبر السعودي اللي بيجمع الهلال بطل الدوري السابق مع الفيصلي بطل كاس الملك في المواجهه التي ستجمع الفريقين يوم الخميس السادس من يناير على ملعب استاد الامير فيصل بن فهد بالملز وطبعا هذه المواجهه باقي عليها من الان بالضبط ثلاث ايام لكن العنوان الأبرز هو هدوء ما بين الفريقين في معسكر الهلال ومعسكر الفيصلي رغم أنه قبل أيام جمعتهم مواجهة في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين. أنا في اعتقادي أن المعسكرين يعني في حالة من التشتت أو حالة من التوتر لأن الهلال ما هو اللي يعرفونه الهلاليين والفيصلي قدامه يعني مواجهتين ستكون على المحك أمام الأهلي في الدوري إذا خسرها بيكون وضعه صعب وأيضا مباراة السوبر النهائي اللي يبحث فيها عن تاريخية ثانية.